أنسة وردة، أنا آسف. أنت مصمم برضو؟ غصب عني، أرجوك اسمعيني. من فضلك أنت بقى، أنا ما أحبش الكلام ده، وإذا كررته تاني أنا اللي هيبقى لي تصرف تاني. المستشفى في العربية سريع ان شاء الله. يلا منك ليها، اعمل لكم مالي اللي هيخش علينا اهو. احنا يا علوان ما مخليينش في جهدنا جهد، بس ده كتير قوي. كم ده بيه حد الوكيت يا واد العم؟ واه، مش كل واحد ومقامه عاد ولا ايه؟ لما تخلصوا انا قاعد في المنظر، راح اشيع عليكم العيال ياخدوا الوكل. ربك يسهل. امال بنت مهجه وينها مالي؟ ما خبراش، قالت انها هتوصل لبيت الشيخ بدار ساعه زمن وتاجي، واديلها على كده من قبل العصر. واه، وده وقت وده عاد. اهي هانت يا ولد العم. دبور دبور. يوه يوه علوان، اوصل دار عمك الشيخ بدار، ازعق على البت مهجة، اقول لها تاجي تحط يدها مع الجماعة بلا صغرنا والدلع بنتة. مهجة حاضر، مسفت السكة. اوه الولد ما صدق. يا اخي احترم نفسك، خاف من ربنا وانت قاعد على سرير المرض. جواب جواب يا حاتم. يوه هو ده وقته يا صلاح؟ الحمد لله على سلامتك يا حاتم. الله يسلمك يا ابو سعيد. طبعا بعد الحادثه دي هتبقى شهيد الغرام مش شهيد اوانطا. يا اوانطا صلاح هزارك بايخ. كرايه بس بس مش بهزر معاه، مش صديقي. كنت خلاص هتكلمني، لولا السواق اللي طلع لنا ده مش عارف منين. ايه ده؟ مش مصدقني؟ شوف صحتك الاول يا حاتم. انا صحتي كويسه الحمد لله، هي شويه ردود وكدمات وخلاص. امال حاجزينك ليه يا استاذ؟ تحت الملاحظه، عايزين يشوفوا اذا كان عندي ارتجاج في المخ ولا لا. مخ ايه وكبده ايه؟ احنا في محل كشري. فوق لنفسك بقى يا استاذ، الارتجاج ده عندك من قبل ما تخش المستشفى. انا ورده بس هي اللي صعبان عليا. يا ترى هي عامله ايه دلوقتي؟ يا مصيبتك يا ورده، يا لهوك، يا ترى حصل ايه يا حاتم؟ كيف اهم ملكك ده بس وانا السبب؟ طب انا كنت هقدر له على ايه؟ ولا الناس كانت هتقول عليا بجاله ايه؟ سلامتك يا حاتم، سلامتك. يلا يلا قوم يا بت، انا لا فاضيه لك ولا فاهمه كلمه من ساعه ما قعدتي. ليه بس يا خاله لبيب؟ انت دايما كده تاجي عليا. هو انت قلتي حاجه من ساعه ما قعدتي؟ ايه اللي انت في مقام امي؟ اعملي معروف ما تكسيش عليا مهما حصل مني، واكس عليكي ليه عا؟ بكره تفهمين. طب قوم قوم خش للست ورد وحبي على يدها، كانت بتسال عليكي من يومين بدل كلامك الباسخ ده اللي ملوش عازي. أنا جاي مالها بس أقعد معاك يا حباب، سكت عليك النبي حبيبك. يا بنت قومي كده بلا دلع بنتي. عواف يا عم الشيخ بدار. مهجة يعافيك يا بنيتي. شحوالك يا بدر فند. الحمد لله يا مهجة. وانت يا ياسين؟ نحمد يا مهجة. الست وردة جوه؟ جوه يا مهجة. طب بالإذنان. ست وردة؟ مالك يا ست وردة؟ الشر برا وبعيد. ايه مهجة في حاجة؟ لا بس انا كنت جايالك لما خالتي لبيبة قالت لي انك سألت عنه. كنت بطمن عليكي. سألت عليك العافية يا ست وارد. مالك يا ست وارد؟
همالين الوكيت يا موجة ولا مذاكرة. حاضر، بس أنا كنت بقول لك إن خالتي نعمة خلاص قررت تجوزني الدبور. أمانة عليكي ما تلوميني لو جيه يوم ولمتني فيه الناس. يعني إيه؟ ما خبراش، هاخدي كلامك ده وخلاص. طيب يا مهدي، همليني دلوقت ولا مذاكرة. أنا ماليش غيرك في البلد دي، أنت وخالتي لبيبة يا ست ورد، وانت لحالك بس اللي فهمان. قلتلك همليني دلوقت يا مهجة، مش فاضي لك. روحي وبقي تعالي بكرة ولا بعد نتكلم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهو المخف دبور جه، عايز ايه دلوقت؟ ما تقعد يا دبور، واقف ليه؟ لا معلش، أنا جاي أخد مهجة، صلا قاعدة الصغرة هنا والدار عند علوان تقلب تعدل. ليه يا ولدي؟ في ايه عند علوان؟ خير يا عم الشيخ بدار، أصاب يقول الحكومة كلاتها جاية بيت الليلة هنا، هو بيسوي لهم وقت يكفي 100 نفر. حكومة؟ حكومة ايه؟ أنا خابر عاد. مهجة بنتها مهجة. ايوه يا دبور. اديني يا اخويا اهو، همي قدامي وما تطلع ليش كده. يا ترى ايه الحكاية يا ابوي؟ حكاية ايه يا ولدي؟ حكاية الحكومة اللي هنا واكلي يقضي 100 نفر، وش عجب يعني علوان؟ احنا مالناش صالح يا ولدي. مالناش صالح كيف يا ابوي؟ من عشية لبكرة حيبان كل شيء ونعرف. بكرة؟ احنا لسه هنستنوا البكرة؟ قوم يا ياسين، قوم الله يسيئك، شوف لنا خبريه. اشوف خبريه كيف؟ وصلنا فادي يا اخي. واحنا مالنا يا ولدي؟ لا يا ابوي معلش، اصل انا بفكر في حاجه تاني. ما تقوم يا ياسين، قوام قوم. حاضر يا واد عمي. ياسين اللي شافك دلوقتي. يا الحكومة بتعمل ايه هنا يا نفاد؟ وانت مالك انت يا ولد؟ روح دلوقتي. خبر ايه امال؟ روح يا ولد، ما تودلهاش الداهية. حضرة الظابط لو ما ادركت دلوقتي هيحطك في الحجز، وانت بالذات. انا؟ ايش عجبا؟ اللهم طولك يا روح. اسمع الحديث امبال يا ولد عمي، ما تخربت لناش الترتيب. حاضر حاضر، امرك يا حرسول نفاد. يلا هم، يلا يا ولد، يلا دلوقتي هم يا ولد هم. يا رب فوتنا على خير يا رب. عرفت يا ابويا اللي عم بفكر فيه؟ واه، ده انت عقلك راح لبعيد قوي يا ولدي. لا يا ابويا، ملهاش معنى غير كده. حكومة وليل واكل يكفي 100 نفر، مع ان الحالة في الناحية دي هادي 24 جراط، يبقى ايه؟ مفيش غير الجبل والمطاريد. وبعدين يا ابويا انت ما سمعتش الضابط كان عايز يعرف مني كل شيء عنيهم كيف؟ الجبل الجبل، واحنا صالحنا ايه بالجبل؟ كيف يا ابويا ما الناس صالح؟ لو الحكومة طلعت الجبل يبقى انا وياسين روحنا بلاش. ليه يا ولدي؟ انت صالحك ايه بالجبل؟ ما الناس صالح كيف يا شيخ بدار؟ دبيكي حيقول ان انا اللي بلغت عنهم الحكومة، رسيت على سرهم ودليت على طريقهم. واه صح ولا لا يا ابوي؟ وساعتها لو ديبيكي نفد ما هيهملش طار واصل، وحتى لو ما نفدش ونفد اي واحد من رجالته قول علينا السلام. معك حق يا ولدي، معك حق. طب والعمل يا ابوي؟ بس نعرف الاول الخبر ايه لما يجي ياسين. ياسين جاهو خبر ايه يا ياسين؟ واه يا واد عمي، دي الدنيا مقلوبة برا، الحكومة والعسكر والترمبلات. شفت كيف يا بوي؟ وصلنا فادي أول موعية لي زي ما يكون وقع العفريت. كيف؟ قال لي لو نظرك الضابط هيحطك في الحجز أنت بالذات. سمعت يا بوي؟ سمعت يا ولدي. هم بينا يا ياسين. على وين؟ على الجبل. واه جبل إيه؟ أنت رجلك خدت على هناك إياك. هم بينا يا ياسين، مفيش وقت، هم نتلافى السلاح ونطلع على الجبل قدامي. لله الأمر من قبل ومن بعد. يا انت الزهير، يا انت الربيع،
يدك. انا البدر ابو بدار ومعايا عبد العم ياسين. انا قلت ابلغك واخلي مسؤوليه يا دبيكي، لا تفكر يعني. سمح الله يا عد عمي، كتر خيرك يا ابو بدار. بس خلي بالك ان انا مش متوكد من حاجه، والجايز مش قصدينكم، ومع ذلك قلت اعمل اللي علي. هم ايه قديه الحقيقه؟ ما خبرش، ما ريتهمش. انا ريتهم كتير قوي يا دبيكي، وجايين في ترمبلات نقل مقفله. يبقى الحديث صح، قصدينا. يز علينا يا رجاله ما نقومش بالواجب معاكم، لكن اديك واعيين الوقت ضيق، بتسلم انتوا دلوقتي. واجبك واصل يا دبيكي. بدري، الدبيكي عينساش الجميل واصل. ربنا يديم المعروف يا قريبي. خلي بالكوا يا رجاله، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجاله يا اولاد، ادي البدر وياسين، زهار. ايوه دبيكي. ازعق على ربيع وجهزوا سلاحكم، وبينا دلوقتي يا رجاله من هنا. واجب. انت قلقانه من حاجه يا ورده؟ حاجه؟ حاجه تاني. يعني حاسة كده عايزة تسألي عن حاجة، عن حد، يا حاجة زي كده يعني. لا، عيني على شبابك يا حاتم. يا لهوي، ما تتخضيش كده، ده زي القطط بسبعة ارواح. يعني هو بخير؟ مش هقولك غير لما تقري وتعترفي. يا ابو سينا، هو ده وقته؟ انت بتقوحي ليه؟ انت عارفة مفيش حاجة في يدي، ده مستحيل. طب هو فين دلوقتي؟ في المستشفى. مستشفى؟ هم حطوه في قسم العظام، غلطوا يعني، بس المفروض يتحط في قسم القلب. احنا هنهزر، ما تتكلمي بجد، حالته ايه؟ اهو عندك المستشفى على بعد خطوتين من هنا، روحي شوفيه انت. انا مالي؟ انا؟ وانا داخلي ايه؟ الله، مش انت السبب؟ على فكره انا وصلاح هنروح نزوره بعد المدرسه على طول. هيبقى في وقت على قطر 5:30. الملاعين بس دول لسه كانوا هنا، ما لهمش ساعه، الفحم لسه والع. حد بلغهم. يبقى لازم حد بلغهم. ما تظلمش حد يا ولدي. طب اشمعنى دلوقتي يا ابوي؟ ما انت خابر ان الضابط كان قاصد الجبل من وقت ما اتدليت منه. وعلوان عرف من وين وحضر الوكل. ما الكلام كان قدامه يا ولدي. ويحضر وكل كيف لمية نفر إذا ما كانش دار بينهم حديد قبل سابق؟ الله أعلم يا ولدي. لو تجيب لي ألف عقل على عقلي يا بوي علشان تفهمني إن علوان أبو البكر مالوش صالح باللي حصل ده، أقول لك لا. لكن كيف كيف ما خبرش. كل اللي أنا خابره إن أنا المقصود يا بوي، أنا وياسين، علشان دبيكي ولا حتى حد من رجالته يخلص علينا. انا طول الليل ما نمتش، ما خبرش اللي عملته ده غلط ولا صح. لكن انا ليه عذر يا ابوي؟ انا كنت بحمي نفسي، ما بحميش الهجامه اكده ولا لا. انا ابوي ما كنتش احب اخبص على الحكومه واحمي هجامه الجبل ومطريده، وكان الود ود اخلص الناس منهم ومن شرورهم، لكن كنت هبقى انا الضحيه. ولو اكون ضحيه بحقي يا ابوي والله ما كان يهمني، لكن كنت هكون ضحيه انا وياسين وظلم كمان. الله لا يقدر يا ولدي، وكفاياك كده عاد، اللي حصل حصل. صح يا ابوي، اللي حصل حصل. طيب يا علوان، طيب ليام بينا. ما تشيلش يا ولدي، ده واد عمك برضك.
السلام عليكم. ازيك يا بوزبوس؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازاي الحال النهاردة؟ الحمد لله عاد. يعني الدكتور صرح بالخروج؟ لا الحقيقة الدكاترة بيقولوا ما عندوش ارتجاج في المخ، بس أنا مندهش. أمال الهلوسة اللي هو فيها دي من إيه؟ بمناسبة الهلوسة بقى، الحمد لله إن إحنا لسه في المستشفى. يعني إيه؟ يعني لو حصل حاجة كده ولا كده. حاجة إيه يعني؟ اظهر وبان عليك الأمان. وردة الحمد لله على السلامة. خمس أيام بأربع ليالي. بقى أنا رايح أتفسح إياك ولا إيه؟ ده شغل وشغل مهم قوي. رايح أقابل ناس كبيرة. في سوهاج؟ ايوه في سوهاج. خبريه انا. لا انا كنت بقول يعني ايش معنى سوهاج؟ مالكيش صالح، انت راح تتدخلي في شغلي ولا ايه؟ من متى يعني؟ لا يا اخوي انا بس كنت بسال، اصلها مش بعاد واصل. لا ما تساليش في اللي مالكيش فيه. وعتاخد دبور معاك؟ لا 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 لا، الدبور ملوش عازه في الحكايه دي. واصل الدبور ده ايه؟ خايفة تقعد لحالك ولا ايه؟ ان كنت خايفة روح عند اخوك العربي. لا انا مهملش داري واصل. خلاص انت حرة، خليك قاعدة لحد ما عاود. بالسلام. بالسلامة يا علواء. هو احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ انا ماشية. لا لا استني. هو انا بقولك كده عشان تقولي لي انا ماشيه؟ لا معلش، اصل القطر بتاعي جرب. القطر ايه بس يا ورده؟ استني احنا هنوصلك. وانا الدكتور بتاعي زمانه جاي وهيقول لا انت لا. ايه انا قصدي يعني مفهوم مفهوم، لازم يكشفوا عليك من اول وجديد. عن اذنكم ورده. احنا ما عدناش وكلمنا. مش لازم تقول لها كل حاجة دلوقتي، خب شوية ولا ايه؟ والله والله يا بنيتي زي ما بقول لك كده، دبور ده اللي زي فلج النخلة كان واقف قدامها زي الفار وهو مروحها عشية. شفت يا بنتي؟ شفت سلطان القلوب على البني آدم؟ صح يا خالة لبيبة. هو ايه الصح ده؟ سلطان القلوب اللي بتتكلمي عليه ده. يا بوي يا بوي، الا صح ربنا يكتبهولك في الحلال وانت تعرفيه يا بنيتي. جربتيها يا خالة لبيبة؟ عيب يا وردة عيب. بس مهجة بتقول انها لا طيجالة في سماء ولا في ارض، يبقى ايه الفايدة؟ ده دلع بنت. بكرة بعد ما يكتب الكتاب هترمح وراها رمح وما تطيجش عليه النسمة وابقي شوفي. كيفك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. تعال يا مهجة.
عفريت؟ بالرفاء والبنين إن شاء الله. تشكر يا مولانا. خد وراد الشهود. يدوم يا عمدي. أسبوع بالكثير قوي وتيجي تستلم الجسيم. يساويها ربك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينا يا عروسة. دي شقتك من الليلة وطالع. أنا أجرتها لك والعفريت الأزرق ما يعرفش طريقها. يخليك لي. تعال تعال يا مهجة اقعد جاري هنا عشان في كلمتين عايز أقولهم لك تحطيهم حلقة في ودنك. حاكم هيقوله الأول شرط آخر نور. خير يا علوان. شوف يا بنت الناس، أنا في عمري كلاته ما عملتش حاجة غصب عني واصل ولا رجعت في كلمة قلتها. أنا اتجوزت كده الوقت مع إن الظروف زي ما انت راسية، وعشان كده أنا عايزك تصبري وما حدش يسمع لك حس لحد ما أدبر حالي وحالك. حال أنا؟ أمال إيه؟ أنت فاكرة هجتك من بهتون دي هتعدي بالساهل عاد ولا إيه؟ ده كفاية دبور. دبور انت فكرك هيعمل ايه يعني؟ لا 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 ما تقلقيش، كل شيء ليه نهايه. انا مرتب كل حاجه. كيف؟ مالكيش صالح انت عاد، انت بس تقعد هنا وما حدش يسمع لك حس، وانا حب اجيلك من وقت للتاني كده، وبعد كده يبقى لنا ترتيب تاني واصل. لحد ميت؟ لحد الناس ما تحط لسنتها في خشمها وتنسى خالص. شوف يا موجة، أنا ما يهمنيش دبور ولا بهتون بحالها ولا هوارة كلاتها قد ما تهمني نعمة. أنا لسه عاوز منها كتير يا موجة، ولو شمت خبر كل حاجة هتتخربط. نعمة يا مرك يا موجة يا مرك، لو نعمة شمت خبر هتقول رب تحيا في دارة، لكن غصب عني غصب عني يا ربي. واه يا موجة ليه كده؟ انسى دلوقتي ما تبكيش، دي ليلة فرحك يا بيت، ما عايزاش حزن لا يبقى فلا قفش. روحي روحي الأوضة التانية، شوف علوان جايب لك ايه ليلة دخلتك يا عروسة. ايه مالك؟ موجة حاجت يا ودي العم. حجات ياسين يلا قوامك اتأخرنا عاد. اه يا ست اه قعمز يا ولدي كمل لقمتك. يعني انت يا ورده لا تفطري ولا تخلي ياسين يكمل فطوره؟ لا خلاص انا الحمد لله. مين اللي هيخبط ده؟ شوف مين ياسين. دبور موجة هنا. ايه اللي هجيبها مهجة هنا دلوقتي يا ولدي؟ يعني ما جاتش واصل؟ اتفضل كل لقمة معانا. ما لقيناهاش، خلي لبيبة ريتيها. يعني ايه ما لقيناهاش؟ يا مهجة دي عينة صغيرة عالطول ولا ايه؟ هتلاقيها راحت هنا ولا هنا؟ وهات خلي لبيبة ريتيها ولا ما ريتيهاش؟ لا ما ريتهاش. ما ريتهاش؟ طب هجت هجت يا خلي لبيبة هجت. يا نعمه يا مرك يا نعمه. مدغور مطرح مدغور. يا كلام فين بقيت اهلنا يا كيف يا عربي؟ ما تقولش كده. ما انا اقول لك ايه،
جايباني على ملا وش من صباحية ربنا. أنا قلت الدنيا خربت. وهي ما خربتش كده. شوف تحتك يا نعمي، الناس تقول هذا الوكيل. بقى فضيحتك ليه؟ تجي من وين الفضيحة دي؟ هي مهجة دي كانت بنت أبوك يا؟ مش أنا اللي مربياها يا عربي، زي خيتي الصغيرة. أديك قلتيها مربياها وهي ما حسنتش التربية، يبقى تغور في 60 داهية وهي الخسرانة. مش بالساحل كده يا عربي، أمها موصيان عليه والعيش والملح ما يهونوش واصل. لكن أهان عليها وقسما عظما يا نعمة، لو احترت فيها لكون مسيح دمها ومتويها ومليها عندي دي. من راحت وين عاد؟ ده عمرها ما خطت برا بهتون، لا تعرف تشرق ولا تغرب ولا وعيت الطريق عامل كيف. بكفاياك يا نعمة عاد، يمكن تاجي دلوقتي وشوف انا هعمل فيها ايه. بس تاجي تاجي. نعم خبرين سمعناك، وين مهر؟ الحقيني يا خرلبيب، البنت هجت، صحيت الصبح ما لقيتهاش، لمت هدومها وهجت. هجت؟ يبقى الكلام اللي قاله دبور صح. يا ويلك يا ويلك يا مهجة يا ويلك. اسمع منك ليه؟ وي منات المسلمين، لو سمعت حس واحدة فيكم لأكون مخلص عليه. سيبك دي، يعني تشعلقي الناس في الامل وبعد كده ترجعي؟ من فضلك يا ابو سهل انا ما بشعلقش حد. انا اسفه يا ورده ما كنتش اقصد، بس عموما انت مش طبيعيه النهارده. معاكي حاجه؟ مش عارفه مالي، مشتته مليون سبب، هنا وفي البيت وفي البلد وعندنا ناس قرايبنا حاجات كتيره، الدنيا اتكربست حواليا كده مره واحده. لا لا لا، بقول لك ايه، ركزي وخدي الامور ابسط من كده، الامتحان قرب، هو ساعه لقلبك وساعة ربك. قلبك ها؟ ها لقيتها دبور؟ لا، كان الارض اتشقت وبلعتها. كيف ده؟ وهي زي ما بتقول نعمة لا بتعرف تشرق ولا تغرب، تبقى راحة وين؟ ما اتكلمتش معاك واصل يا خالة لبيبة. كانت ناوياها يا ولدي، وانا ما خدتش البال الا دلوقتي. ناوياها كيف؟ قالت لي كلام انا ما عقلتوش الا دلوقتي. يوه كلام ايه يعني؟ قعدت تقول لي انت زي امي وما تكسيش علي مهما حصل مني، وكلامك ده كانها بتودع يا ولدي. وبكفاك كلمين انا وبعدين. ما خبرقش يا ولدي، قامت راحت للست ورده لحد انت ما جيت وخدتها. لما كانت ناوي رتبت نفسها كيف وقرش واحد ما معاها؟ وعلوان وين؟ جزة خصم. احمد ربنا يا عصام ان قدرت اقصر الجزة على الخصم. ليه يا فندم؟ يعني كان حنقلوك يودوك فين؟ انت ناسي انت فين؟ يا فندم الظاهر ان فكرتهم عن اندفاعك لا زالت موجودة. يا فندم انا كنت واثق من تحرياتي، المطاريد كانوا في نفس المكان اللي انا وصلت له بالفعل، يعني لو في حملة تاني طلعت دلوقتي أكيد هتلاقيهم تاني. أنا واثق يا فندم، لولا إن خبر حملتي تسرب قبلها مباشرة. دي برضو مسؤوليتك يا عصام. أنا فكرتي عنك لازالت زي ما هي، أنت ظابط كفء وعشان كده أنا وقفت جنبك. يعني يا فندم أتجازى على نشاطي؟ لا، على اندفاعك، ودي مش أول مرة، والظاهر إنك أنت ما استوعبتش الدرس اللي نقلك هنا.
ما انا كنت بتمنى ترقيه استثنائيه تقوم تنقلب بجيزه. يا ابني تروق، ما تستعجلش، الفرص هتجيلك لحد عندك طالما انت بالحماس ده. طبعا طبعا لازم هتيجي ان شاء الله، لكن برضو مش هنسى اللي كان السبب المره دي. بتقول ايه؟ ابدا ولا حاجه يا فندم، على العموم انا متشكر. والدي ووالدتي مش ممكن يرفضوا لي طلب، وهم متاكدين من حسن اختياري، وانا مستعد اكلمهم ويجوا من بكره ويقابلوا والدك. لا لا اوعى. طب ليه بس؟ مش هتفهم. طب فهميني. ما انا فهمتك يا حاتم. صلاح من فضلك انا عايز افهم منها هي. احنا بنتجوز بره. انتوا مين؟ وبره عن ايه؟ بنات هواره. بنات هواره ما يتجوزوش الا هواري زيهم، لكن الهواري على كيفه بقى. يتجوز ان شاء الله خواجايها. لكن البنات لا. لازم يتجوزوا هواري. طب ليه؟ تقاليدنا كده. طب ونحصل؟ ما حصلش. قصدها تقول لك ممكن يبقى فيها دم. من فضلك يا صلاح. زي ما قال لك كده. دم يعني ايه؟ أرجوكي فهميني. يعني كل يروح فيها. طب افرضي بقى ان مفيش هواري اتقدم عشان يتجوز واحدة هوارية. يبقى خلاص. تقعد كده ما تتجوز. لكن ده برضو ما بيحصلش. ازاي بس؟ يعني عندينا ولد العم أولى ببنت عمه، ومحدش يقدر يقول له لا. حتى لو ما كانش مناسب ليها. تقاليد غريبة، محدش حاول يغيرها. حتى لو حد حاول مش هيكون ابدا الشيخ بدار كبير هوار. يعني ايه؟ مفيش حل؟ لازم يكون في حل. عن اذنكم. وردة. حاتم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي عملته؟ مجنون؟ لكن فكركم يا رجاله، البنت مهجه دي يعني هتكون راحت وين؟ تلاقيها هتخدم عند ناس في جنة ولا راحت مصر ولا يمكن عيني زي شفيقة ونزلت على اسيوط ودبور يبقى متولي اياه. السلام ده وحدك. عشان خاطري طب يا شاذلي انت محقوق لواد عمك. يا شاذلي انا كنت بضحك. طب حب على راسه. طب وماله؟ اه ضحك. خبرها دبو. السلام عليكم. عليكم. يا اهلا وسهلا يا سعاده البيه. اتفضل يا حضره الضابط. اتفضل يا ولدي. يا ترى خير يا سعاده البيه؟ عملتها يا بدري. ايه هي اللي عملتها يا بيه؟ كنت فين ليله الحمله؟ حملتي ايه؟ ما تستعبطش. لا من فضلك يا عصام بيه، الحديث معايا ما يكونش كده واصل. ناس شافوك ليلتها انت وياسين راكبين خيلكم وخارجين برا البلد، كنت رايحين فين؟ ناس مين دول اللي وقعوا لنا لو ياسين؟ علوان البكري. اه علوان البكري. كنت رايحين فين؟ اسال علوان البكري. كده طيب انا هو وانت هو. نورت يا عصام بيه. ايه اللي هيقوله ده؟ قصده ايه؟ نرجع لموضوعنا يا رجاله. انت لازم تصالح واد عمك يا شاذلي، وتبقى تاخد البدر معاك. حاضر يا شيخ بدار. لحسن يجت لك ويتويه. أرجوك يا وردة، حتى ننتهي إلى رأي، أن تجعلي لقاءنا خلف النادي. لا تتعجلي بالرفض، وسأنتظرك ابتداء من غد عقب المدرسة، ولن أيأس من عدم حضورك. حاتم. آه يا حاتم، وبعد هالك لغاية ميتة بس يا رب. خلى لبيبة
هنفضل كده ما خبرينش قاعدة وين ولا بيت عن مين؟ يا حاجة خد يا ولادي يا ولادي استهدى بالله ما تعملش كده احنا جاتنا ايه بس ضربتني في قلبي يا خالة تبحتني بسكينة تلمي سلامة قلبك يا ولدي اللي ما قدرش عليها يا طهر راجل قدرت عليه هي وانا ما قدرش اتحدد الا المقلت عليا بينها وورد زيت خلتهم يتمقلتوا عليا يا خالد الناس اللي طول عمرها تعمل الف حساب لبسطي وعيت لهم النهارده يتمقلتوا عليا بيتنقوا بيا صدقي بالله لا اله الا الله ومعك ده ما قدرش اكره ما قدرش انا ما خبرش لو عيت له دلوقتي اتصرف كيف اقتلها واقطعها حتت ولا خدها من دراعها تحميها من اللي بيحاول يأذيها عيني عليك يا ولدي يا ترى اتجوز الدلوك لا راح تخدم في البيوت ومين بيقدم اهلها مين بيقدم لقمه ولا الكروشات وبياخديه صديقته كيف ما خبراش انها مطمع راح تحمي روحها كيف وهي كل وردة شكر هيف ما يقدرش يجرح اليد الخشنة لو تمدت عليها كيف بسك رتبت ونفذت وطلعت من الدار وانا طول الليل قاعد في الجنينة واعي لدبة النملة كيف خلى لبيبة ما قالت لك ايش حاجة اخر مرة افتكري اللي قالته لي قلته لك يا ولدي يمكن قالت للست وردة مش فاكرة انا كنت مشغولة ما قدرتش اسمع كلامها يعني قالت لك مش فاكرة يا دبور واه يا ست وردة طب افتكري الله يسترك راحت وين علمك يا دبور مين صلطها مين ساعدها مين رتب لها قول يا استوردة اقول ايه بس قلت لك ما اعرفش وبعدين ما حدش يسالني انا مش فاضي للحديد ده خاطرك يا استوردة خاطرك مش قادرة أبعد عنك مش عارف لحد متى هقدر مش عارف على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم ده أنا باين عليا الحسبة باظت وبرضو هتألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني مالك في ايه
هعجبك كده قفله مع بعض. وايه الجواب ده؟ ده جواب حكومي؟ ايوه، جواب من اداره البعثات عشان احضر اوراقي. جميل، الف مبروك الف مبروك يا حتوم. الله يبارك فيك. ايه ده؟ ومالها طلع ساقعه من بقك كده ليه؟ انت مش مبسوط ولا ايه؟ لا لا مبسوط الحمد لله، بس انت عارف يا صلاح انا لسه ما حلتش مشكلتي مع ورده. يا ابني مشكلتك مع ورده دي ما اسمهاش مشكله، وفر عليك وعليا الكلام في الموضوع ده. وبعدين انت حر، لكن ربنا يمكن عجب البعثه دي عشان يلهيك وينسيك شويه. وبعدين عايز اقول لك ما انت عملت اللي عليك، وبعدين انا وبسينه قلنا لك وانت ما صدقتناش لغايه ما سمعت منها الكلام ده بنفسك. سمعت اه، لكن اقتنعت؟ لا.